في الفيديو ده انا هتكلم عن الـ deductible. ايه هو الـ deductible؟ انا بشوف في الـ insurance policy بتاعتي مثلا comprehensive و collision وجنبيهم $500. ايه هي الـ $500 دي؟ $500 دي هي الـ deductible بتاعي، الـ amount اللي انا هدفعه قبل ما الـ insurance company تدفع بقية الـ claim بتاعي. بمعنى انا عندي claim ب $5,000، عملت حادثة والعربية بتاعتي هتتكلف تصليح $5,000. لو الـ deductible بتاعي هنا 500، معنى كده ان انا هدفع $500 من جيبي والـ insurance company هتدفع $4,500. نفس الوقت لو الـ deductible بتاعي هنا $1,000 وعندي claim ب5,000، يبقى انا هدفع $1,000 من جيبي والـ insurance company هتدفع $4,000. طيب الـ deductible ده بيأثر ازاي على الـ rates بتاعتي بتاع الـ insurance rates؟ لو انا عامل higher deductible معناها lower insurance rates، يعني لو انا كل ما الـ deductible بتاعي بيعلى، كل ما الفلوس اللي انا بدفعها من جيبي بتبقى عالية، كل ما انا بدفع insurance rate او بدفع premium قليل. في نفس الوقت lower deductible معناها higher insurance rates. لو انا حبيت ان الرقم ده بدل ما هو مثلا 500 يبقى 250 او 100، ففي الحالة دي يبقى انا هدفع higher insurance rate، هدفع monthly premium قسط شهري للانشورنس عالي.